نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مجددا في اليوم الثالث لملتقى القيادات الوسطى لمجموعة تل البركة الثالث باسطنبول، ويسرنا أن نقدم لكم في هذه الجلسة بعنوان المدير العالمي والقيادة الديمقراطية في إدارة الأعمال. سعادة الدكتور ملك خضر المدرب العالمي والمتخصص في إدارة التغيير داخل المؤسسات، وهو خبير يحمل درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات من جامعة فلوريدا، وحصل على عدة جوائز كأفضل متحدث. ونتشرف أن يكون محاضرنا في هذه الجلسة. رحبوا معي بالدكتور ماهر خضر. سعداء بمصافحتكم مجددا. ضيفنا نجم نقولوا ضيف خاص جدا، متحصل على الدكتوراه في تدريب الأعمال بفلوريدا، هو محاضر عالمي، يملك كتاب مسجل بالكونغرس وموجود ويباع بكامل أنحاء العالم، يقدم محاضرات بأهم الدول في العالم، وقدم حلول استراتيجية اقتصادية للدول القوية والعظمى في العالم، تعامل أيضا مع زعماء ورؤساء لهذه الدول القوية. نسعد أنه تونسي. عفن.